ده في امهم. ما تداري نفسك يا مرة. يا ليلى سودة عليا وعن اللي هيحصل لي. انا عايز المعلمة بطة يا جماعة. المعلمة بطة فين؟ انت المعلمة بطة؟ لا في ايه مالك؟ حلو قوي. والله جرايه يا وليه يا مالك؟ اول مره تشوفوا راجل بس يا وليه. انا عايز المعلمه بطه. وسعوا يا نسوان. عايز ايه يا حلو؟ حلوه؟ مين الحلوه دي؟ بكلمك انت يا غندوره. غندوره ايه؟ مالك يا ست؟ ما تقعدي على بعضك شويه. الشنب ده ما بيوحلكيش بأي حاجة لا مؤاخذة. لا بيوحي حاجات كتير قوي. بسم الله ما شاء الله، ده كبير قوي. الله أكبر. بلاش بقى عشان الحاجات دي بتتنظر. الله يخليك. بس ليه الفردة اليمين أكبر من الفردة الشمال؟ عادل اوعى تغلطي في شنبي. أنا الحلاق بيقف أسبوع على طراطيف صوابعه كده علشان يوقفوا لي الوقفة دي. دمه خفيف يا نسوان. في إيه يا ست؟ أنا عايز المعلمة بقى. ما تقول لنا. نعم. انت جايه في ايه غندوره؟ جايه غلطه وندمان عليها. وغلطه ليه ما نصلحها؟ لا لا ايه ده، تصلح ازاي انت؟ ما احنا فيها. اقسم برب العزه ما عندناش كل اللي احنا. انا عايز المعلمه بطه. انا بطه واقع بقى. بس اوعى بقى، انا واقف في عرضك يا معلمه بطه، واقع في حماكي من عينيا. الله يخليك. بس قول لي الجاكيت ده بيشوك؟ يخرب بيت ام الجاكيت، يا ريتني ما كنت سرقته. بقول لك ايه، عايزين نطلع الراجل اللي في الحجز ده بقى. ما شافهمش هما بيسرقوا؟ شافوهم وهما بيتحاسبوا. اهدي كده شويه وانا هطلعهولك. ايوه انت يعني. يعني اديني 10 دقايق كده، حضرت الظابط بيروح يصلي العشاء وبيطول، ساعتها بقى نطلع نجيبهم من الحجز براحتنا. بقول لك ايه، هو الشخص اللي واقف ورانا ده ممكن يكون سمعنا. اديني رقصت لك اهو يا معلمه بطه لما وسط اتكسر. قولي لي بقى فين الكاميرا؟ كاميرا؟ انا عمري ما شفت كاميرات. الكاميرا اللي سرقتها من عربيتي. انا هقول لك بس ليا شرط. شروطي؟ تخرجني من هنا، تروح تقول للظابط ان انت اللي اديتني مفتاح العربيه وانت اللي بعتني عشان اجيب لك حاجه من جوه العربيه. خلاص يا ستي اوعدك، وارمط لما بيوعد ما بيخلفش، والله هعمل كده. قولي لي بقى فين الكاميرا. اديني ورقه ب 200. بتقوم الطمع بس هي ناقصه. حاضر يا ستي خدي. هو انت لسه هتعد؟ قولي لي الكاميرا فين. مع جوزي. ولا ايه؟ فين جوزك ده؟ فل البنص. انت متجوزه جزمه؟ ده سيد الرجاله. الاقيه فين فل البنص ده؟ الحمد لله. هات الكاميرا يا ست. هات ايه؟ الفلوس فين الاول؟ ست غدا قالت لي اول ما هتقابل مريم هتديك الفلوس، كفايه ال 200 جنيه اللي دفعتهم كمان للولاية اللي في القسم، فين الفلوس؟ بص بقى من الاخر كده، الفلوس وقعت وانا وانت بنجري في المول. لا يا ست مريم، لحد كده وكفايه بقى، ارمط بيتلعب بيه. الست غدا قالت لي اول ما هتقابل مريم هتديك الفلوس، هتقعدوا تشتغلوني دلوقتي؟ الكاميرا دي مش هتاخديها غير لما تديني الفلوس، شكلكم عصابه وبتتفقوا مع بعض عليا وانا مش عارف. ده كل الشهود الزور اتلموا علينا ولا ايه؟ اجري. سلام عليكم.